تفوتني صلاة العصر أحيانا وأحيانا وأجاهد نفسي في أن أصلي، لكن أحيانا تفوت وأنا متضايق جدا. أرفع مستوى الاهتمام بالصلاة ولن تفوتك، أرفع مستوى الاهتمام. الشيء الذي يهتم به الإنسان لا يمكن أن يفوته، أليس كذلك؟ الإنسان إذا كان عنده موعد في المطار في وقت صلاة الفجر، هل يفوته الموعد ويقول والله نومي ثقيل؟ ما يعتذر بأن نومه ثقيل. الطالب وقت الاختبار يأتي في الوقت المحدد، بل قبل الوقت المحدد، ولا يقول نومي ثقيل. لماذا؟ لأن مستوى الاهتمام مرتفع. أرفع مستوى الاهتمام بالصلاة لن تفوتك أي صلاة. أما الذي يقول نومي ثقيل وأنا كذا، هذا غير صحيح، كلامك هذا كله غير صحيح. إذا كنت جادا في المحافظة على الصلاة، أرفع مستوى الاهتمام بالصلاة، اجعلها أول اهتماماتك، ستجد من الوسائل ما يعينك. لكن عندما يكون اهتمام ضعيفا، ستجد ثقلا وكسلا وترددا، والله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.